كل حاجة ماشية كويس؟ كويس أوي. دلوقتي كل الناس عرفت إن أنا خالد. محدش لاحظ حاجة أبداً. عملت إيه من أول يوم؟ ولا حاجة. رحت المحافظة. دخلت مكتب كابتن خالد. عملت نفسي تعبان شوية عشان أداري جهلي بأصول الشغل. بعدين جولي شوية أوراق. رحت لاطع إمضة خالد عليها. شوية شوية اندمجت في الشغل. وفاتن ما لاحظتش حاجة. ده أنت غبي بشكل. بس كان بقولك في المباحث والمحافظة ما حدش لاحظ أنا مين. ومعايز فاتن تعرف أنا مين. ثم أنت ناسي المذكرات اللي سرقناها سوا. فاتن كاتبة فيها كل حاجة بالتفصيل. أه صحيح. مش بقولك أنت غبي. اشرب. هايلة، انت بقيت تقرا النوتة كويس قوي. ميرسي قوي. طيب خد اضرب الحتة دي، بس خدي بالك من كل حرف. دي جديدة انتي مدهشة، كفاية كده النهاردة، وميعادنا يوم الجمعة الجاية إن شاء الله. بلاش يوم الجمعة، خليها يوم الاثنين. هتكوني مشغولة بحاجة تانية؟ فرح فاتن أختي. كده؟ ألف مبروك. عقبالك إن شاء الله. إذا كان كده يبقى ميعادنا يوم الاثنين. إن شاء الله. أستاذ عصام. نعم. لو ما كانش عند حضرتك مانع، تقدر تتفضل يوم الجمعة. بإذن الله. سلام عليكم. مع السلامة يا فندم. انتظر يوم الجمعة بفارغ الصبر. وأنا كمان. بس كنت أحب نسكن في بيت لوحدنا. مش عارفة ليه بابا مصمم نعيش معاهم في البيت نفسه. وماله يا ستي؟ وفيها إيه؟ وبيتكوا وحش؟ ده كويس خالص. غريبة. أنت غيرت رأيك بسرعة؟ أنت مش كنت مصمم إننا نعيش لوحدنا؟ أيوه. هو الواحد بيغير رأيه بين يوم وليلة. المهم إن أنا أكون معاكي. أنا زي ما أكون عايش في حلم. وأنا كمان. يا ناس! المجرمين حبسني هنا! يا عالم! المجرمين حبسني هنا! يا ناس! المجرمين حبسني هنا! يا عالم! المجرمين حبسني هنا! يا ناس! تعرف لو صرخت من هنا اليوم القيامة محدش هيسمعك. الحته دي دبان ازرق ما عرفناهاش طريق. احنا هنا بين الاموات يا مجرمين يا سفنه. انا لازم اخرج من هنا لازم. مالك يا خالد زعلان قوي كده ليه؟ هما مش بيكرموك هنا؟ مش بتكرموه مدبولي ولا ايه؟ ايوه بنكرمه اخر اكرام. اقتلوني بقى، اقتلوني بقى وريحوني من العذاب ده. اقتلوني. عيب يا خالد ما تقولش كده. ما
محدش هنا بيزعلك. منصور بتشوف فاتن يا منصور؟ طبعا بشوفها كل يوم. الحكايه دي ما يكونش عندك فكره من ناحيتها. هي مبسوطه 24 قرات. وعلى فكره دخلتنا الجمعه الجايه يا خالي. بتقول ايه يا منصور؟ لا لا مش ممكن مش ممكن يا مجرمين يا سفلة يا سفلة. حرام تعمل كده تاني. الله يبارك فيك يا دكتور مريم. عقبال سوير ان شاء الله. في حياتك يا حبيبي. بالمناسبه ايه الاخبار مع سوير يا استاذ عصام؟ كل خير يا دكتور. دلوقتي بتركز مخها اثناء التمرين على القيامه. عال عال دي اخبار مشجعه جدا. ما هو البركه فيك يا دكتور مريم. Thank you.
ياه دي الدنيا برد قوي. يعني لازم الرعد والبرق ده في اول ليله لجوازنا؟ وماله انت بتخاف من الرعد زي سهير؟ خالد سرحان في ايه؟ لا ولا حاجه، بتفرج على الشجره اللي هناك دي، اصل منظرها بيبقى لطيف قوي لما بيلمع البرق. يعني واقف تتفرج على الشجره وفايتني؟ ابدا، اصلي مش مصدق انا يا فاتن، مش مصدق ان احنا اخيرا بقينا لوحدنا. خالد انا بردانه، اقفل الشباك بقى. مساء الخير يا رجاله. مساء الخير ليكوا قاعدين. كله تمام؟ كله تمام. ازيك يا خالد، استريحت ولا لسه تعبان؟ معلش بكره تتعود، ما هو كل شيء بالتعود. انا ما دقت العذاب ده سنين طويله. منصور، صحيح يا منصور حكاية فاتن اللي قلت عليها يا اخويا؟ حكاية ايه؟ ناوي تتجوزها؟ ما اتجوزنا وخلاص، اما كان حتة دين فرح. مش معقول. لا منصور انت بتضحك عليا، اوعى تعمل الحكاية دي. بصحيح يا منصور، لازم تقدر موقفي كويس. أنا ظهرت قدامهم على إني خالد، يرضيك يعني إن فاتن ينكسر قلبها وتفتكر إن أنا غدرت بيها؟ أنا الحقيقة اتجوزتها عشان خاطرك أنت، أعتبرها كأنها اتجوزتك تمام. أجرم قذر! أنت مش ناوي تعال بقى ولا إيه؟ أنا ذنبي إيه يا رب؟ أنا ماليش ذنب، ماليش ذنب. ذنبك انك اخويا، والاخ لازم يساعد اخوه في وقت الضيق. امال اخوات ازاي يا اخي؟ انا كنت عاوز اعمل لك امتحان في الموسيقى، لكن تاكدت انك هتنجح بامتياز زي العاده. صحيح ولا بتجاملني؟ انت يا سهير ممتازه في كل شيء. انا لما بشوفك بحس بسعادة كبيرة. انت الانسانة الوحيدة اللي برتاح لها لما اكلمها. مش قادرة اصدق ابدا، عمري ما سمعت الكلام ده ابدا. وهي عيب الوردة اذا كان المسكوم ما بيشمش ريحتها. على فكرة بابا مبسوط منك قوي. ده اقل ما يجب، على الاقل عشان خاطرك انت. خالد وفاتن هيعيشوا معانا هنا، بابا اداهم الدور التاني وانا وبابا هننام هنا في الدور الاولاني. لكن انا زعلانه قوي، كنت بحب الاوضه بتاعتي قوي قوي. خلينا في المزيكا يا سهير، طلعي النغمه دي. ازاي صحتك النهارده يا سهير؟ الحمد لله يا بابا، انا الايام دي ابتديت احس بالسعاده. يظهر انك اتعلمتي حاجات كتير في المزيكا. قوي قوي يا بابا. وكمان الاستاذ عصام باين عليه راجل كويس خالص، الحقيقه علمني حاجات كتير خالص. والله يا بنتي انا بقول كفايه مزيكا، ولا عاوزه تستمري في الدروس؟ اللي تشوفه يا بابا، لكن حضرتك بتقول كفايه ليه؟ هو حصل حاجه؟ ايوه يا بنتي، فاتن اختك قالت لي انها سمعته بيتكلم معاكي كلام فاضي ملوش دخل بالمزيكا. كلام زي ايه يا بابا؟
اهو بيتكلم وياكي وبيقول لك كلام فاضي مالوش لزوم. على كل حال كفايه عليا اللي اتعلمت، لكن عاوز اقول لك يا بابا ان عصام اخلاقه كويسه قوي، وانا لو كنت شفت منه اي حاجه كنت انا اللي طردته. اظن حضرتك عارف اخلاقي كويس. طبعا يا بنتي ومطمن جدا، بس ما احبش حد يتكلم، علشان كده قلت لعصام ما يجيش تاني. ما يجيش؟ ايوه يا بنتي، علشان امنع الكلام. لا يا بابا معلش. غريبة، مع ان الساعة قربت تبقى 11 والعريس جديد. معرفش يا بابا، دي أول مرة يتأخر فيها. طيب بس كان على الأقل يتصل بينا بالتليفون. على كل حال ما تربسيش الباب، هو معاه مفتاح ويجي وقت ما يحب. حاضر. أنا هروح أنام، ما تطلعي يا بنت أنت كمان تنام. حاضر يا بابا. هي سهير نامت؟ مش عارفة، الظاهر إنها نامت. طيب يا بنتي تصبحي على خير. وأنت من أهله. ايه انت؟ انا قلت مش عارف اعطل عليك اللي هنا، ده انا مستنيك من بدري قوي منصور. انا مش قلت لك ما تجيش هنا خالص؟ وكمان بتناديني باسمي؟ عايز تصديني في داهيه؟ طب ما تزعلش حقك عليا، اصل انا بقى واخد على اسم منصور واسم خالد، ده جديد عليا. على كل ان كلهم نايمين، مفيش حد صاحي دلوقتي. طب عايز ايه؟ كلم قول انت. خالد حالته وحشه قوي، خصوصا بعد ما قلت له ان انت اتجوزت فاتن. وانا خايف ان مدبولي يسيب خالد يهرب. ايه الظاهر كده؟ ان خالد وعده بحاجه. دي تبقى مصيبه. مدبولي يعمل كده؟ قسما بالله العظيم ثلاثة، لو مدبولي عمل العملة دي لدفنه وهو صاحي. أنا هفوت عليكم بكرة أشوف إيه الحكاية. فاهم مدبولي كويس إنه لو لعب بديله هجيب خبره، فاهم؟ على العموم أنا جيت أقول لك على كل حاجة، المسألة دي بنستفيد منها كلنا، وزهير بخالد هنروح في داهية. طيب امشي أنت دلوقتي، يلا امشي. قوي يا بابا. فظيعه؟ ايوه. ايه هي يا بنت؟ بابا خالد رجع امتى امبارح بالليل؟ والله ما اعرفش يا بنتي، انا نمت الساعه 11. انا سمعت وهو بيتكلم مع شخص امبارح بالليل، فهمت من الكلام ده ان خالد محبوس في حته، وان اللي عايش مع فاتن ده مش خالد يا بابا. انت كنت بتحلمي يا بنتي. يا بابا ده مش حلم، دي حقيقه، انا شايفاهم بعينيا الاثنين. طيب يا بنتي روحي اوضتك. يا بابا انا هشوف ايه، روحي اوضتك. لا حول ولا قوة إلا بالله. ألو دكتور منير، أنا زكي راتب يا دكتور. سهير رجعت لها أعراض المرة التانية. أيوة يا دكتور، بتقول انها بتسمع ناس بيتكلموا. حاضر يا دكتور، نجيلك بكرة ان شاء الله. متشكر. خالد اتأخر يا بابا، تحب حضرتك تتغدى؟ لا يا بنتي هستناه كمان شوية.
لازم خالد. سعيدة يا فاتن. اتأخرت قوي كده ليه يا خالد؟ معلش كان في شوية شغل زيادة عندي. بابا مستنيك في المكتب. كده؟ سعيدة سعيدة يا ابني. مالك يا بابا؟ أنت متضايق من حاجة؟ متضايق يا بنتي وزعلان كمان. ليه يا بابا؟ سهير سهير رجع لها العاية تاني بعد ما قلنا إنها خبت خلاص. أنا عارف مرض إيه ده اللي ملوش آخر. هو حصل إيه تاني؟ حصل يا بنتي إنها رجعت بتسمع ناس بتتكلم. سمعت ناس بتتكلم؟ أيوه يا خالد. بتتكلم بتقول إيه؟ سمعتك أنت بتتكلم مع واحد تاني. أنا يا عمي بتكلم مع واحد تاني؟ مسكينة هي رجعت تاني تسمع كلام الفارغ. أيوه يا ابني. تعالى أنا عايز أقول لك حاجة بس ما تقوليش عليا مجنونة أرجوك. خير يا سهير في إيه؟ الشخص اللي أنت عايشة وياه ده مش خالد، ده شخص تاني. مش خالد؟ امال يبقى مين بقى يا ستي؟ يا سهير هو العيا بتاعك هاجي المره دي على خالد؟ يا فاتن الكلام اللي بقوله لك ده حقيقه مش هلوسه. انا سمعته امبارح بالليل وهو بيتكلم. سهير يا حبيبتي بكره تخفي وما تسمعيش من الكلام ده حاجه ابدا. انا زعلانه عليك يا حبيبتي، معلش بكره ربنا يشفيكي.